ذكر السيوطي في كتابه المذكور الخواص في التحذير من القصاص، قال: إن عامر الشعبي يقول: أتيت إلى تدمر، وإذا برجل يقص ويأتي بأحاديث ضعيفة مختلقة ليست ثابتة، ويقول: إن الله خلق صورين ينفخ في هذين الصورين، في كل صور ينفخ نفختين، نفخة الصعق ونفخة القيامة، فيقول: وأنا أصلي، يقول: فتعبت من حديثه فخففت صلاتي فلم تستقم لي صلاة، فأتيته وقلت له: يا كذاب، ألا تتق الله؟ فإن الله عز وجل لم يخلق إلا صورا واحدا تكون فيه نفختان. فيقول رحمه الله: قال: فقام علي وقاموا معه علي، قال: فما سلمت منهم حتى حلفت لهم بأن الله خلق 30 صورة ينفخ في كل صور نفختين. لما أتى إلى تدمر يقول: فخرجت إلى دمشق فأتيت إلى عبد الملك فقال: ما هي أعجب أخبارك؟ قال: فذكرت له حديث التدمريين الذي هو هذا، قال: فجعل يضحك حتى ضرب برجليه الأرض من كثرة الضحك.